شهدت عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى بانجي صباح اليوم اشتباكات مسلحة بين مؤيدي ومعارضي الاستفتاء على دستور جديد ينقل البلاد من مرحلة انتقالية ويمهد لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية مقررة نهاية الشهر الجاري. وقد بدأت المرحلة الانتقالية برعاية الأمم المتحدة في أعقاب أعمال عنف اندلعت في البلاد بين حركة سيليكا المسلمة وميليشيات أنتي بلاك المسيحية، وخلفت المئات من القتلى والجرحى بالإضافة إلى تشريد الآلاف وإجبار آلاف آخرين على مغادرة البلاد.